بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة سهلة جدا وبسيطة وفعالة بنسبة 100% لتفتيح المنطقة الحساسة أو منطقة بين الفخذين، بمكونات سهلة جدا وبسيطة ومتوفرة عند العطار، تقدري تجيبيها بسهولة. أول مكون يا بنات وهو زيت الورد. هاخد كده 50 مللي من زيت الورد أو معلقتين من زيت الورد. طبعا زيت الورد بيفتح المنطقة وكمان بيعطي تعطير للمنطقة. المكون اللي بعد كده هو زيت اللوز المر. هاخد منه 25 مللي او هاخد معلقة واحدة. لو هتعاير بالمعلقة يبقى معلقتين زيت ورد على معلقة من زيت اللوز المر. هاخد كده النوعين دول كده اقلبهم. طبعا لو انت عايزة تضاعفي الكمية ممكن تاخدي علبة من الزيت زي دي كده من عند العطار، تجيبي علبتين زيت ورد على علبة من زيت اللوز المر وتحطيهم في علبة كريم فاضية زي دي كده وتقلبيهم كويس ويفضلوا عندك تستخدميهم على طول. طيب طريقة استخدام هتبقى ازاي؟ زي ما قلتلكوا سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة هتجيبي قطنة وهتاخدي من الخليط بتاع الزيوت ده وهتمسحي بيه المنطقة مرة الصبح ومرة بالليل. داومي على الوصفة دي كده لمدة شهر وانت هتشوفي ان شاء الله تحسن، وتدريجيا ومع المداومة على الوصفة هتلاقي تفتيح ان شاء الله ينول اعجابك او تبقي يعني حاسة ان انت كده مرضية عنه. وعايزة اقول لكم ان المنتجات اللي بنستخدمها من الصيدلية في تفتيح المناطق الحساسة، المنتجات الفعالة اللي بتجيب نتيجة، طبعا اسعارها بيعدي 1000 جنيه وطالع. فاحنا عايزين نعمل حاجه كده تكون رخيصه وسهله وبسيطه ونقدر نعملها في البيت وتكون في متناول الجميع، فهي الوصفه اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي. فجربوا الوصفه وان شاء الله تجيب معاكم نتيجه، ولو جابت معاكم نتيجه ما تنسيش تكتبي في الكومنتات رايك فيها ايه، وهي جابت معاكي نتيجه ولا لا، وجابت نتيجه معاكي بعد قد ايه. بتمنى الوصفة تعجبكم، ما تنسوش اهم حاجة تعملوا لايك للفيديو وتشاروه لكل صحباتكم علشان يستفيدوا منه، واهم حاجة ما تنسيش تشاركي في القناة لو كنت اول مرة تشوفيني. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات جديدة وسهلة وبسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.